حاج محمد، الناس في الأرياف في القرى بتسمع إيه؟ تحب اسمع الفن الشعبي؟ مفيش أغاني تانية؟ مفيش؟ إحنا بدأنا في البداية يعني وإحنا شباب صغيرين سمعنا الأغاني، أول ما طلعنا لقينا أم كلثوم، عبد الحليم، بدأنا وإحنا صغيرين نمشي في الموالد ونروح للساحة الشعبية، فبدأنا نسمع حاجات، فإحنا ميولنا أكتر للفن الشعبي لأن في حاجات بتريحنا نفسياً وفي نفس الوقت بتصلح من أمورنا كشباب. اللي بيميز الناس القديمة إيه؟ إن هم كانوا بيقولوا بطريقة عامية بتوصل للمستمع بسهولة وفي نفس الوقت كانت بتعلم معاه. كنا في قرية ريفية في الدلتا مستأنسين بأمسية مختلفة مع نغمات محمد الشحات وصوت الكولة. خليك مع الله ما تتندمش عالطايب. وعرفت أن لهذا المنشد شهرة واسعة في الأفراح الشعبية في قرى ومراكز عديدة. إيه أكتر موال الناس بتطلبه منك؟ الموال أصلاً والأغنية الشعبية دي موال حكم وسلوكيات في نفس الوقت ومعايزة للناس كله، للشباب والكبار والكل في كل الاتجاهات، كل حاجة على الصاحب، على المحبة، على المودة، على القرايب، على 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 الحاجات دي كلها، كلها الحاجات دي مخصوصة. أحسن كلام يتقال في الغنوة والموال، أحسن كلام يتقال في الغنوة والموال، حكمة تفيد الحاضر، حكمة تفيد الحاضر وتنفع الأجيال، وتنفع الأجيال. خليط مدهش من الألوان الموسيقية في مصر من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا، وخريطة غنائية تتماهى مع الجغرافيا طولا وعرضا، وثراء في التنوع يعكس اشتباكا والتقاء للموروثات الشعبية والثقافية والاجتماعية الفريدة. بهذا تنتهي هذه الحلقة الخاصة من برنامج من القاهرة، نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله.